معنا هاتفيا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة هداب. إذا على الرغم من أن الحكومة في بغداد وعدت بتسهيلات للمستثمرين، إلا أن مؤسسة وود الأمريكية في تقريرها أكدت أن الروتين يمثل عائقا كبيرا أمام الاستثمار في العراق، ما تعليقك على ذلك؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، أكيد توجد هناك بيروقراطية، وبالتالي يعني ما وصل إليه التقرير أيضا صح بفكرته، لأن هذا أيضا ينطبق على ما صنف البنك الدولي للعراق حسب بيئة الأعمال، يعني كيف تسير لديه الاستثمارات، كيف تكون فاعليتها. حقق المركز 168 من أصل 190 دولة لعام 2017، وبالتالي هذا يعني يتناسب ويتماشى مع تقرير ذكرتموه. إضافة إلى ما ذكرتموه في تقريركم، أيضا أذهب إلى ما ذهبتم إليه، هو أنه وجود وتغول الأحزاب والميليشيات وإلى آخره، أي بمعنى أيضا لنقل وجود الدولة العميقة، يعني هذه الدولة العميقة الموجودة في داخل دولة العراق هي ليست تعمل كما هو معنى هذا المصطلح في الدول الأوروبية أو الدول الأخرى. هذا المصطلح هنا عندنا لدينا في العراق هو ما يسمى أيضا بالدولة الموازية، التي هي الدولة التي تسيطر على اقتصاد الدولة ومقدراته وكل ما يتعلق بمفاصل الاقتصاد، وبالتالي تكون تحت مجموعة أناس ليس لديهم علاقة مع الحكومة. هذه الدولة الموازية وهذه الدولة العميقة هي التي تسيطر على الاقتصاد. بالتالي يشار إلى أنه لو تم تخفيض الفتاة بنسبة 1% فإن الاستثمار سيزداد بنسبة 4%، فما بالك إلى إحنا لحد يومنا هذا حتى لم نصل إلى نصف نسبة مئوية في القضاء على الفساد. إذن لا يوجد هنالك استثمار، بالإضافة إلى وجود البيروقراطية. يشار إلى أنه إجازات لاستخراج إجازات البناء تحتاج إلى حوالي 96 يوم، بالمقارنة مثلا مع السعودية تحتاج إلى 14 يوم. وبالتالي هي مجموعة أمور يتم حسابها ويتم تدقيقها، وعلى هذا الأساس ظهر تقرير السابق اللي هو شاربي أنه توجد بيروقراطية، وبالتالي أيضا تقرير البنك الدولي الذي حدد مركز العراق 168 من أصل 160. أيضا دكتور هداب، ألا يعد العامل الأمني حاضرا في معادلة جذب الاستثمارات؟ يعني على الرغم من إعلان العبادي ما سماه النصر على الإرهاب، لا تزال رؤوس الأموال تهرب من العراق، لماذا برأيك؟ نعم صحيح، هذا أيضا هذا عامل، العامل السياسي والعامل الاستقرار الأمني طبعا بالتأكيد هذا يعني له دافع مهم جدا إلى أن يجذب الاستثمارات أو يبعدها، لأن هذا كله مرتبط بأنه أيضا يجب أن تتوفر لديك بنى تحتية. نحن الآن نعرف أن هنالك كثير من محافظات العراق وهي المحافظات الكبرى هي مدمرة تدميرا كاملا، وبالتالي لا يوجد فيها أي مفاصل من البنى التحتية اللي هي أي شيء تخص الطرق والجسور والمستشفيات وإلى آخره التي تساعد في العملية الاستثمارية. المستثمر لا يأتي على أرض صفصفاء، المستثمر يأتي على وجود بنى تحتية يستطيع أن يستفاد منها وبالتالي يستطيع أن يتحرك. هذا جانب. جانب آخر، هناك نقطة جدا مهمة هو ارتفاع الدين العام. المستثمر ينظر إلى ارتفاع الدين العام، الدين العام سيبلغ في نهاية 2018 132 مليار دولار، وبالتالي فإن المستثمر يربط ما بين ارتفاع الدين العام وإن الدولة لديها أقساط يجب أن تعمل على إعادتها دائما للمدينين، وبالتالي أيضا هذا يدل على أن نوع الاقتصاد غير مستقر وغير جيد، وبالتالي أيضا هذا نوع من أنواع عامل طرد للاستثمارات، وهذا مما يؤدي إلى عدم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق بالإضافة للأسباب السابقة الذكر. يعني هذا رقم مخيف ما ذكرتي دكتور هداب، 132 مليار دولار هذا الدين عام للعراق. إلى أي مدى إذن ترين أن المحاصصة والفساد الإداري وتدخل الأحزاب الحاكمة كان لها يعني دور بارز في تعطيل الاستثمار في البلد؟ نعم أكيد، هو هذا اللي احنا طرحنا، قلنا هو ما يسمى بالدولة الموازية اللي هي
اكو نقطة أساسية أيضا اللي هي الكل في الدولة وفي كل في الاقتصاد هم المسيطرين، وبالتالي الكل ينادي بحمل لواء القضاء على الفساد، وهذه النتيجة أنه نحن سوف نصل إلى نتيجة بحل هذا الفساد، لأن هنالك جزء كبير مسيطر على اقتصاد العراق، وبالتالي هو يستطيع أن يحرك هذه المقدرات بما هو لديه فقط من إمكانيات، ولكن الدولة لديها حدود محددة في التحرك. لذلك بمجموع هذه الأمور وبالإضافة إلى أنه الفكر الموجود، يعني هنالك من يطرح أن المستثمر عندما يأتي إلى دائرة الاستثمار أو هيئة الاستثمار فإنه سيجابه مع الموظف مشكلة أن هذا الموظف هو من عقلية اشتراكية أو أنه كأنه موروث الدولة العراقية السابقة. هذا ليس بصحيح، يعني الموظف أكيد هو ليس مؤدلج، وبالتالي الموظف لديه قانون، والقانون إذا احنا نتكلم عن قانون وقانون الاستثمار اللي هو قانون 13 لسنة 2006 والمعدل فيما بعد، هذا لم يفعل إلى يومنا هذا. إلى أي مدى إذن ترين أن المنظومة القانونية إنجاز التعبير أسهمت في عرقلة هذه الاستثمارات؟ أكيد أكيد، هو يعني هاي تقع على المجلس، يعني تقع على البرلمان، وبالتالي يعني عليهم أن يعملوا على تفعيل هذا القانون، وأيضا النظر في مواده، هنالك مواد تحتاج إلى تعديل، هنالك مواد تحتاج إلى أن تحفظ وتحمي حقوق العراقي المواطن والعامل وإلى آخره، وبالتالي هنالك مشاكل كثيرة أيضا في هذا القانون، كل هذه الأمور لم تبت، فبالتالي ما موجود من موظفين لا يستطيعون أن يتعاملوا مع شيء ليس هو مبلور إلى يومنا هذا. القانون لم يتبلور ولم يفعل، فبالنتيجة لديه مشكلة في أنه كيف سيتعامل مع المستثمر، وخاصة نحن نعلم أن المستثمرين وبالعام القطاع الخاص هي وجهة نظر عامة منذ القدم أن هؤلاء هم دائما يعني هم يأتون لتحقيق صفة الربح، ولا نقول هو أن أكيد المستثمر يأتي إلى الربح، ولكن دون النظر إلى مصالح المجتمع ودون النظر إلى المرتبطات الأشياء المرتبطة والمتغيرات اللي هي قد تحدث وتؤثر على الاقتصاد، هؤلاء لا يهتموا بذلك خاصة إذا كان المستثمر أجنبيا. فاللي دا يصير أيضا ذكرته الدكتورة ماجدة التميمي في تقريركم أنه المستثمر إحنا ما يجينا من برا ليقترض، نعم، وبعملة أجنبية، وإنما بعملة عراقية داخلية ويقترض من الدولة، وهذا بالنتيجة سوف يؤثر على الموازنة بشكل عام، ويؤثر على الاحتياط الأجنبي أيضا، لأن كل هذه العوامل إذا أتى بعملة أجنبية ترفع من الاحتياطي وتساعد في تقوية الاقتصاد. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات دكتورة هدى فالح الكبيسي، الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية.